باستثناء التونسي، ولكن على التونسيين أن يبرهنوا أنهم أهل لإنجاز الانتقال الاقتصادي كما أنجزوا الانتقال الديمقراطي. وهذه المهمة الرئيسية المطروحة اليوم على شعبنا، أن يبرهن كما أنه نجح في الانتقال السياسي هو مؤهل للنجاح في الانتقال الاقتصادي، لأن الانتقال الديمقراطي سيظل مهددا ما لم يتعزز بانتقال اقتصادي يقضي على البطالة، يفجر الثروات الموجودة في بلادنا، يحقق الحلم التونسي، حلم شباب تونس في إنجاز تجربة تنموية رائدة على غرار تجربة ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وما إليها من التجارب الناجحة. التونسيون مؤهلون لهذه التجربة، لإنجاز هذا الحلم. والنهضة باعتبارها أداة من أدوات شعبنا لتحقيق الانتقال الديمقراطي، هي أداة أيضا من أدوات شعبنا لتحقيق الانتقال الاقتصادي. النهضة انتقلت في تاريخها الطويل من مرحلة المعارك الإيدولوجية حول الهوية وحسمت هذه المعركة، وانتقلت بعد ذلك إلى المعركة ضد الدكتاتورية، وبالثورة وبالدستور حسمت معركة الديمقراطية أيضا. اليوم النهضة تستشرف طورا جديدا، طور الاقتصاد، لتسهم إسهاما معتبرا في الانتقال الاقتصادي. اليوم على رأس جدول أعمال النهضة الاقتصاد، على رأس جدول أعمال النهضة التنمية والتشغيل وإنجاز المشاريع الكبرى والبنية التحتية الكبرى وتحويل تونس إلى منطقة مزدهرة ونموذج للازدهار، كما تحولت ماليزيا واندونيسيا وتحولت مناطق أخرى من العالم وكوريا الجنوبية التي كنا وياها في الستينات في نفس الدرجة تقريبا، بينما اليوم هي في عالم ونحن في عالم آخر. عاقتنا الدكتاتورية أن ننجز، اليوم تخلصنا من الدكتاتورية، أمورنا بأيدينا، فليس أمامنا إلا أن نتقدم ونأخذ المشعل ونبرهن مرة أخرى أن العرب مؤهلون كما هم مؤهلون للديمقراطية، هم مؤهلون للتنمية. أشكركم جميعا. ينبغي أن أسكت وأن يتحدث الخبراء وأنا لست خبيرا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر جزيل للشيخ راشد على الكلمة التأثيرية نتاعو. والآن نحيل الكلمة للسيد رضا السعيدي لتقديم اللائحة الاقتصادية والاجتماعية للحركة نهضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية للجميع من الخبراء، من رجال الأعمال، من رجال الإعلام، من الصحفيين، من المختصين في المجال الاقتصادي والاجتماعي. كل الحضور اللي لبوا الدعوة لهم منا تحية كبرى، شكر جزيل على تلبية الدعوة للمشاركة في مناقشة اللائحة الاقتصادية الاجتماعية لحركة النهضة اللي باش تعرض الأسبوع المقبل إن شاء الله على المؤتمر العاشر للحركة. الصيغة المعتمدة، هذه الصيغة التشاركية، نعتبروها خطوة أولى في إطار توسيع الحوار حول القضايا الأساسية في البلاد، القضايا الاقتصادية والاجتماعية. بعد أن حسم، مثل تفضل الشيخ راشد، حسمت مسألة الدستور والخيارات السياسية الكبرى، بدأنا في مرحلة لتأسيس مؤسسات سياسية مستقرة. إن شاء الله هذه تجربة مقارنة بدول أخرى في المنطقة نعتبره متقدمين بشكل مهم. ثم انتقال سياسي قاعد يتحقق بمراكمة الإنجازات، مراكمة المكاسب، لكن ثم جزء آخر اللي هو يحتاج إلى مزيد الاشتغال، مزيد الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. حركة النهضة تعتقد أنه من أهم اللوائح اللي باش تقدم للمؤتمر، باش تصدر عن المؤتمر، هي هذه اللائحة التي تعنى بالمجال
الاقتصادي والاجتماعي، واختارت أن توسع الحوار مع جملة الفاعلين في المجال الاقتصادي وكذلك المجال الاجتماعي باستدعاء واستشارة الخبراء والمختصين. أكعلاش يحضروا معنا ما شاء الله من الجامعيين، من خبراء محاسبين، من مسؤولي مؤسسات وطنية، من ناشطين في مجال البورصة، رجال أعمال، كل وجهنا الدعوة كذلك للاتحاد العام التونسي للشغل، يحضروا معنا كذلك عن جمعية الدفاع عن المستهلك، عن المرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فحاولنا أن الدعوة يتم توجيهها للجميع للاستماع إلى موقفهم أراءهم حول هذه اللائحة. هذه التجربة هي من حيث أن مؤسسات حزبية تستشير، معناها توسع الاستشارة خارجها، هي من أجل الاستنارة ومن أجل التلافي ربما بعض الخيارات. نعتقد أنها تنجم تكون ما يشي الخيارات الصحيحة، فأحنا المقاربة اللي نقدموها هي مقاربة تشاركية، ونحاول أن نستمع ونتفاعل وتعديل بحول الله كل الملاحظات والمقترحات بتوصية من مجلس الشورى. يحضر معنا رئيس مجلس الشورى الأستاذ فتحي العيادي. كانت توصية بعد مناقشة اللائحة في مجلس الشورى على أنه في عرضها أثناء عرضها على المؤتمر يتم كذلك عرض مقترحات، مذكرة فيها مقترحات وتوصيات الخبراء بعد هذه الجلسة، وحتى بعد ما تنتهي هذه الجلسة بحول الله ثم العنوان الإلكتروني اللي يمكن أنكم تبعثوا كل مقترحاتكم وملاحظاتكم حول هذه اللائحة اللي المبنى بتاعها حديث حول ملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تأسيس بناء الخيارات والتوجهات الاستراتيجية، تحديد الأولويات التنموية، ثم رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومثل ما تفضل الشيخ والأستاذ النجار ربما اللي تناولته هذه الورقة وربما فيه نوع من الجدة هو حول هندسة الانتقال الاقتصادي وحول هندسة الإصلاحات، كيفاش ترى حركة النهضة أنه يتم هذا الأمر. إذن قلت أنه أهمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد المراحل اللي تمر بها بلادنا. المؤتمر العاشر للحركة ينعقد في ظرف سياسي اقتصادي اجتماعي يتسم بالدقة، والشيخ كان أعطى فكرة حول ملامح هذا الوضع خاصة في الجانب السياسي. فعملية الانتقال الاقتصادي فيها أقدار من الصعوبات، على اعتبار أنها إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فترة الانتقال سواء في تونس وفي خارج تونس، كل البلدان اللي مرت بانتقال سياسي في عملية الانتقال الاقتصادي مرت بمراحل صعبة. الانتقال من نمط إلى نمط، من منوال إلى منوال، الانتقال من إدارة للشؤون الاقتصادية إلى إدارة جديدة، تغير حتى السياسات والأولويات، هذا يؤثر على عملية الانتقال الاقتصادي. إضافة أنه ثم حجم التحديات حجم كبير برشا، سقف المطالب مرتفع جدا بعد الثورة، وإمكانية إنجاز وإمكانية تلبية هذه المطالب، مطالب الثورة الأساسية في الحرية، في الكرامة، في العمل اللائق، في العدالة الاجتماعية، في التوازن التنمية بين الجهات، في مقاومة الفساد، هذه كلها مطالب أساسية تسعى كل الأطراف السياسية، تسعى حركة النهضة بالأساس من خلال هذه اللائحة ومن خلال اللائحة السياسية ومن خلال ما سيصدر عن المؤتمر، تحدد رؤيتها، تحدد خياراتها، كيف ترى الأوضاع وكيف ترى الأولويات في السنوات المقبلة. إذن عملية الانتقال وعملية النقلة الاقتصادية المطلوبة ترى حركة النهضة أنها تمر عبر إدارة حوار اقتصادي وطني بين كل الأطراف حول مقاربة جديدة. المقاربة هذه تبنى على التشاركية والتوافق حول هذا المنوال التنموي الجديد اللي ينطلق من الشروع في إصلاحات حقيقية وعميقة تفضي إلى خيارات وسياسات جديدة، هذه اللي تفتح آفاق جديدة للاقتصاد التونسي وكذلك تفتح أمال جديدة للشباب التونسي.
اللي يدفعهم للعمل والمبادرة ويستنهض داخل منطقات الابتكار والتجديد. اللائحة هذه إذن تهدف إلى رسم الخيارات والتوجهات الأساسية في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي، رسم الخطوط الكبرى للسياسات العامة والأولويات، وفيما بعد تجي ضمن الرؤية التنموية الجديدة اللي يتأسس على في تقديرنا وتنشوفوه بعد قليل على خيار اقتصاد السوق الاجتماعي وعلى مفهوم التنمية الاندماجية والإدماجية الشاملة التي تستند إلى خلفية فكرية متأصلة في الهوية العربية الإسلامية وجملة مضامينها القيمية القائمة على مبدأ العمل والمشاركة والتكافل والإتقان. فهذه اللائحة هي التي ترسم السياسات، ثم فيما بعد تجي البرامج التفصيلية في إطار البرامج الانتخابية وبرامج الحركة التفصيلية تقدمها للشعب التونسي. أولا ملامح الوضع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس. أهم ما تتميز به هذه الأوضاع هي التراجع الكبير، تنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، تراجع النمو الاقتصادي والتعطل الكبير للنشاط في عديد المؤسسات والقطاعات. ويمكن أن التحديات هذه يقع تقسيمها إلى تحديات ظرفية وتحديات أخرى هيكلية، من خلالها باش نرسم فيما بعد السياسات والأولويات. إذن التحديات الظرفية الأساسية نحصرها في 6 تحديات. التحدي الأول اللي هو تدني النمو الاقتصادي إلى مستوى يقارب الصفر أو مستوى ضعيف 0.5-0.8% من النمو الاقتصادي، تعطل الإنتاج في عديد القطاعات خاصة بعض القطاعات الأساسية مثل قطاع الفوسفات والصناعات الكيميائية اللي خسرنا عديد الأسواق، وتعطل كذلك لبعض المرافق والمرافق الاقتصادية في القطاعات الانتاجية المختلفة. الثاني هي تراجع الترقيم السيادي للبلاد، جزء منه مرتبط بالوضع السياسي بالوضع الأمني، وجزء آخر مرتبط بتأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللي خلات ترقيمنا السيادي يصعب علينا كلفة النفاذ، يرفع كلفة النفاذ إلى السوق المالية الخارجية. ولك علاش في 2015 وقت خرجنا على السوق المالية العالمية نلقاو اللي نسبة الفائدة اللي تخذت بها المليار دولار هو 5.75%، اللي هي من نسب عالية اللي دفعت البلاد والحكومة والبنك المركزي على أنه يسعى إلى البحث عن خيارات أخرى فيها أقل كلفة، وهذه تتطلب التكيف مع جملة من الإصلاحات. التحدي الظرفي الثالث اللي هو تواصل الضغوط على السيولة النقدية، تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الأساسية، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، أرهق كاهل الفئات الضعيفة، وزاد من تآكل الطبقة الوسطى اللي بدأت تنحدر إلى الطبقات الضعيفة، وهذه ربما سابقة في تونس، هو أنه الطبقة الوسطى اللي هي صمام الأمان في البلاد بدأت تتآكل، لأنه جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية جعلت أنه مع تدهور الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، ارتفاع المستوى العام للأسعار، الاختلالات اللي صارت في السوق بعد الثورة، الاقتصاد الموازي، التهريب وغيره، كله أثر في جملة كان من نتائجه هذه الأوضاع. التحدي الخامس اللي هو ضعف نسبة الاستثمار وتردي مناخ الأعمال وانتشار ظاهرة الفساد اللي مازالت متواصلة إلى يومنا هذا، بل